حسب لك عايز اقول لك بتاع اللي مالك كتير والله. احنا ما بنعيب العين الجميل الشديد باجي يعني بنقول في السودان عيب بحسين. ايوه صح. شكرا لكم وعلى جمال جلستكم وافادتنا ان شاء الله بالحديث عن ان شاء الله عن المؤتمر. والمؤتمر زي ما قلنا هو ان شاء الله يقام لمده 3 ايام. بكره الجمعه هم موجودين وده كله من اجل العيون ومن اجلكم ومن اجل صحتكم ومن اجل شكرا للسعوديه دائما هي بتهتم بهذه الامور. وشكرا للقائمين على قيام المؤتمر. الدكتور مصطفى انت مشارك بورقه عن العدسات وان شاء الله قلت بعد بكره يوم السبت. كلمنا عن بقيه الاوراق في اضاءه حول المؤتمر والاوراق المقدمه فيه. هو صراحه ما يميز المؤتمر السادس للبصريات السعودي اللي هو كثره الاوراق العلميه المقدمه المره دي. فتقريبا هي حوالي 50 ورقه مقدمه او 50 متحدث بالاضافه ل 6 أو 7 ورش عمل اللي بتكون خلال التقديم بتاع المحاضرات او الاوراق العلميه. يعني اللي عنده انترس في انه يمشي يحضر الورشه بيمشي على طول يحضر الورشه، والورش دي بتكون فيها براكتس او فيها عمليه. فاليوم كانت في زي السيشنز كانت 4 سيشنز اللي هي فيها امراض القرنيه وبالذات القرنيه المخروطيه. وصراحه الدكتوراه بتاعتي كانت في القرنيه المخروطيه لانه في السودان برضه موجود زي ما في السعوديه موجود المرض يعني. وقد اكون اول واحد عمل القرنيه. هي انكسار العين القرنيه، شفتي الغشاء الشفاف قدام السواد ايوه هي معروفه، لكن انكسار العين منها يعني. ايوه طبعا هي 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 الاخطاء البصريه معظمها بتجي من سبب القرنيه اللي هو تغيير في شكلها، اصابتها باي مرض من الامراض. واحد من الامراض دي هو القرنيه المخروطيه، وده الليله بدينا بيه لانه صراحه هو الريسيرش فيه والبحوث ماشيه فيه بكثره يعني في العالم لانه